لا وصلنا لفقرتنا الأولى ورح نحكي عن موضوع كتير مهم بخص كل الأشخاص يلي عم يعانوا من كل شيء بيتم اختراقه، حساباتنا على الكمبيوتر أو حساباتنا على الفيسبوك وغيره. يعني كثرت في الآونة الأخيرة ما يسمى باختراق أمن المعلومات، سواء بيانات لكمبيوتر أو التطبيقات أو الشبكات. شو هي أنواع هاي الاختراقات؟ كيف ممكن نحمي بياناتنا وأجهزتنا من الاختراقات؟ معنا الدكتور المهندس عمار دلول. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح النور. كيفك دكتور؟ تمام. الحمد لله. بالبداية خلينا نحكي على شيء عم يعاني منه أغلب الناس بالوقت الحالي، وليش بالوقت الحالي، هو اختراقات الحسابات على السوشيال ميديا. كيف بيتم اختراقات هالحسابات وليش دائما الأشخاص المشهورين لاقيهم منزلين أو هن الأكثر يعني ناس أكتف على السوشيال ميديا منزلين إنه انتبهوا في اخترق حسابي؟ تمام. راح حسابي، ليش وليش بهي الفترة تحديدا؟ حقيقة هي أي اختراق أمن معلومات 80% من أسباب الاختراق بيكون نحن فاتحين أبواب خلفية ما يدعى باك دورز بحساباتنا، أو ممكن نحن نستعمل ملفات بحساباتنا تخلي اللي مخترق يقدر يوصل بطريقة ما، لا يقدر يوصل شيء لأجهزتنا إن كان أجهزة موبايل ولا كمبيوتر، من خلاله يقدر يعمل باك، يعني يقدر يعمل ياخذ الباسورد أو يقدر يفوت على الحساب أو إلى آخره. شو هي الملفات عفوا اللي بنكون مستخدمينها؟ عادة ممكن يكون في شيء نوع من أنواع السكريبت، يعني عمليا كود برمجي بينرسل على شكل ملف، يمكن يكون قايلين لحدا انه استلم مني هالصوره، فيه ما بعرف شيء، استلم مني هالملف، فيه شيء، شوف مثلا فيديو معين فيه هالشيء، بيكون ضمنه فيه سكريبت برمجي. السكريبت البرمجي لما بستلمه انا من خلال انبوكس السوشيال ميديا او من خلال حقيقه مثلا لو فرضنا بايميل او باي طريقه وسيله تواصل، بس واتساب اذا كان عندي موبايل او شيء، وافتح هذا الملف يشغل نوع من انواع، يعمل اكزكيوشن او يشغل نوع من انواع السكريبت البرمجي اللي يقدر يخلي في ثغره من خلاله يقدر هذا الشخص يتواصل ما يدعى ببورت او بوابه معينه او شيء معين ليدخل ياخذ داتا من عندي او يقدر يخترق الحساب. ف 80% منها بتكون حق اول شيء مبلش من عندي انا عم بفتح اشياء ما بعرفها. تمام. هلا ليش الفانز بسموهم فانز ما بعرف اشياء وبلوجرز وهيك اكثر بيفوت بيعانوا من هالقصه؟ اللي عندهم فانز كتير او البلوجرز بيعانوا القصة لانه بيقبلوا مين شو ما كان، يعني مثلا غالبا شو بيصير في حدا معروف فبيروح عادة مين ما بعت له اي شيء طلب صداقة قصة بابليك كتير، فهون هو عرضة انه كتير في عالم ممكن تبعت له اشياء كونه عنده بي ار اعلى بكتير خلينا نسميه، او خلينا نقول عنده تواصل مع كتير عالم، وهذا ويروح يفتحها او يستعملها او يضغط على رابط معي. بجوز مثلا يجي حدا يقول له انا ما بعرف فوتوغرافر وعامل لك صوره مميزه ما بعرف اشياء ما بعرف، تمام، يروح هو يحس انه شغله ايجابيه من حدا من المعجبين، يفتح هي القصه يكون في بقلبه شيء سكريبت شيء يصير في عمليه اختراق. فعمليا اذا بنحس انه نحن اغلب عمليات الاختراق هي بتجي من عدم خلينا نقول معرفة الاند يوزر او المستخدم، تمام، بآلية امن المعلومات. هلا فيسبوك وانستغرام ما بعرف ايش هدول السوشيال ميديا في عندهم اشياء كثير مهمه انه سهلوا على المستخدم، انه ما ضروري واحد مثلا شخص طبيعي يكون بيعرف كل شيء له علاقه بالسكيورتي تبع الامن المعلومات والى اخره، فراحوا عملوا نوع من انواع البوليسيز. فبنلاحظ بالفيسبوك مثلا بنفوت بيقول لك عندي بوليسيز للسكيورتي اللي هي عمليا نوع من انواع الامن للحساب، وعاملهم تحت شو، تحت كاتيجوريز، بيقول لك والله انت بدك ما حدا يقدر يفوت على ما بعرف على الجروب، بدك تعليقاتك ما تظهر ما بعرف وين، بدك، وبالتالي شو عم يعمل، عم نعمل حدد كثير للاند يوزر المستخدم مثل اي مستخدم طبيعي يقدر يحدد هاي القصص ليخفف الاختراق. نعم. هلا دكتورنا نسال سؤال، هلا كثير في درجه انه لازم نفتح كاسر بروكسي او شيء في بي ان، وهذا الشيء يمكن كثير عم يسبب نوع من الاختراقات، هيك الناس بيحكوا، له علاقه ولا ما له علاقه؟ هلا ليك شو، نحن عاده لما عم نفتح في بي ان او شيء عم نتواصل مع سيرفر خارجي يامن من خلاله قناه
نطلب منها من خلالها المعلومات الداتا اللي بنيها على الانترنت. يعني احنا بس نفتح في بي ان او كاسر بروكسي هو جهازنا خلص صار مباح الى ناس هلا او سيرفرات هو خارجية. عمليا ما مباح بس اللي بيصير لما انا ربطت على سيرفر خارجي من خلال قناه مفتوحه، فعمليا كل شيء انواع سكيورتي كانت عاملتها المزودات اللي بالنص يعني المخدمات اللي بالنص خسرتها. يعني مثلا خلينا نقول مثال شبكة سوريا اتصالات مثال عندهم بروتوكولات معينة بتحمي منها المستخدمين الانترنت اللي داخل سوريا من اشياء معينة تمام ضمن تأسيس الشبكة السورية، ولكن لما انا عملت هاي الفي بي ان وصلت على سيرفر يمكن موجود مربوط بطريقة برا ما انا محمي. هون صرت انا عرضة انه يكون في عندي يعني نسبة الاختراق اعلى بسبب هالموضوع. زائد اليوم السيرفر هذا الخارجي كونه هو مستعمل من كثير عالم فمعلوماته معروفة عم بحكي على مستوى عنوانه على الانترنت اللي هو الاي بي تبعه والى اخره، فغالبا المخترقين او اللي بيسموهم لهم علاقة بموضوع الهاكينج فهدول اي بيات مباحة متاحة معروفة فبيعرفوا مسبقا انا مثلا بدي اعمل عملية اختراق بعرف انه هذا السيرفر عليه في بي ان كثير عالم حتتواصل معه، فانا ححاول استهدف هذا السيرفر لانه حقدر من خلال اوصل يمكن ل 10,000 موبايل. بس في كثير عالم ما بتعرف انواع الفي بي ان اللي عم تفتحها وخاصه يعني ما بدنا نحدد انواع موبايلات، انواع كثيره من الموبايلات في اعداد هائله من الفي بي ان، يمكن نحن بنفوت على الاسرع على الاقوى على اللي نازل هلا العامل تحديثات اسرع بس ما بنعرف هو شو مخاطره. نحن كيف بده يكون عندنا المعرفه انه هذا فينا نفوت عليه ولا لا وباسماء دول عالميه؟ يعني صحيح اول شغله حتى الموبايلز اليوم صار لهم نوع من انواع البرمجيات اللي هي بتعمل انتي سبام وانتي فايروس اللي مثلا مثل شيلدز وقصص والى اخره نورتون والى اخره. بغض النظر عن هالبرمجيات ما بينزلها، انا اذا استعملت في بي ان او استعملت شو ما بدي لازم اكتفي بالاشياء اللي انا مستهدفها. مثلا يعني انا استحت في بي ان عم طلع لي دعايه لعبه مثل اكيد ما لازم افتح لها الدعايه جزء هي الدعايه هي فعلا دعايه كاندي كراش ولكن في من الباك اند في وراها شيء عم يشغل لي اياه بالموبايل. فاذا بنلاحظ نحن بالموبايلات وخاصه اللي بتدعم الاندرويد نلاحظ انه اغلب المشاكل بتصير بالاندرويد بعد ما افتح كذا رابط الدعايات طلعوا لي بتبلش بقى دعايات الله وهون بيكون معناتها هو نزرع بقلب الموبايل شيء انجن عم يروح يعمل كل ما يطلع اونلاين يعطي نوتيفيكيشن لشيء معين عم يبلش يزت لي هالبوب اب. طيب عندنا موضوع ثاني اللي هو على الفيسبوك غالبا بيظهر تبع انه اكتشف شو مخبت لك سنه 2020 حظك 21 خلصت 2021 انا استعدتي مع الاول 2020 قصدي بشكل عام يعني هي السنه شو مخبيت لك حظك مدري شو برجك مع مدري مين هدول كم ولد بده يصير عندك هدول الالعاب. وفي كثير عالم بتفوت واحيانا بتلاقي انه الول تبعنا انطرش كل العالم فايته وعم تشوف هذا الموضوع. هذا شو سلبياته وهل ممكن ياثر؟ خلينا نقول اول شيء ليش بيصير يعني تمام. اول شيء وقت واحد بيجي بيعمل برمجيه لتعمل شيء مثل بريدكشن يعني تنبؤات والى اخره وتنزلها بكونكشن على الفيسبوك يعني تقدر من خلال الفيسبوك تستعمله، غالبا بيكون هدول العالم بدهم يعملوا نوع من انواع الماركتينج على ابلكيشن معينه يعني تسويق، ولكن برا ملاحظه اكثر من سوريا لانه شركات تسويق على الانترنت موجوده، او بده يكون يعمل نوع من انواع الاحصائيات. فغالبا هدول البرمجيات ما بتكون معموله من اشخاص بروفيشنالز يعني من عالم مرتب، ولكن فيسبوك ليربطهم اصلا بيعمل نوع من انواع السكيورتي. فهي نوعا ما مانا سيئه يعني مانا كثير ما ممكن يكون سبب للهكا بصير ما بيفوت عليها منا بيصير بيوصل لاشياء بعدها فبيلاقي فتح موقع المدري شو تبع البرودكشن طلعت له قارئة الفنجان ما بعرف شو صار طلعت له دياحتي تمام هون بلشت بقى المشاكل وبلش يصير في اختراقات وبلشت تنكسر السكيورتي والى اخره. نعم دكتور عمار كمان بنلاحظ انه عند استهداف بالسوشيال ميديا اي حساب هو ممكن ما يجي مسجات على مثلا فرضنا الفيسبوك ممكن يجي على التليجرام
يمكن صارت معنا نحن انه صار في من قبل زميلتنا اختراقات صار يجينا من ارقام غريبه على التليجرام وعلى الواتساب. صحيح. خلينا نعرف شو السبب ووقت بنتعرض لمثل هيك قصه او من رقم غريب او هيك شو نعمل نحن؟ اهم شيء لما يجيني شيء ما بعرفه ما استعمله، يعني مثلا بس احيانا بمهنيتك او عندك مهنه انت لازم. رجعنا لاول نقطه انه انا اليوم بسبب مهنيتي بيجيني رقم غريب فيه رابط انه والله هذا مثلا حلقه ما بعرف اشياء او طب اذا هكر للفيسبوك او انستغرام او هاي كيف عرف رقم التليجرام او واتساب؟ كيف هو اللي بيصير كالتالي، غالبا لما بيكون في اختراقات من خلال الاشياء اللي فيها ريجستريشن بين كود مثل ارقام موبايل والى اخره، تليجرام واتساب الى اخره، هذول غالبا اللي بيكون انه اوريدي الرقم معروف لدى اشخاص معينين بنمبر بوك معين. يعني مثال بيجي انا بكتب على الجوجل مثلا دكتور ما بعرف مين كذا، بيطلع لي رقم عيادته موبايله مدري، باخذ رقم الموبايل ببلش بقى انا بحطه واتساب، كيفك دكتور بدي استشيرك بما بعرف صوره عاملها لمثلا ما بعرف شيء طبي الى اخر تحليل معين كذا، بس اذا شوف لي يا الله يخليك الدكتور مهنيته شو حيساوي، شوف رقم غريب مريض هيفتح الصوره هون اكل الضرب الدكتور، فاتت في عند الانجنز وبلشت بموبايل والى اخره. هلا مشان نحن ما نكون عم نكون حياء يعني ماشيين بالنص صح، الاندرويد معرض اكثر بكثير من الاي او اس بهذا الموضوع. ابل بالسيستم تبع الاوبريشن سيستم تبع الاوبريتنج سيستم تبع عامله نوع من انواع السكيورتي، مشان هيك بيقولوا لك هو كلوزد سورس، يعني عمليا بتلاحظي المرونه بالابلكيشنز بالايفون اقل من الاندرويد. فهو شوي السكيورتي فيه اعلى لانه عنده اشياء صعب اختراقها بالانجن تبع اللي بشغل، خلينا الكور تبع الاوبريتنج سيستم عن الاندرويد. بس كمان عم يتم اختراقه كثير يعني، وبالاونه الاخيره شفنا اكثر من حدا كان يعني كثير منزل انه عن الاي دي تبعهم يمكن. صحيح. هي تم الاختراق لها وكل شيء على الموبايل صار موجود عندهم، يعني حتى صار انه الصور الشات اللي بينهم وبين اصدقائهم. صح. تمام. هو اهم شيء الحقيقه بالسكيورتي بتبلش القصه من السكيورتي الفيزيائيه، يعني تمام اكثر شيء في سكيورتي انه بسكر حالي الباب وما بتكون معي موبايلات، ما حدا بيقدر يخترق شيء، وبلش من هون بطلع شوي شوي درجات. ولكن مثلا انا لما بجي بحط معلومات على الفيسبوك وبعملها كثير بابليك، تمام، فانا صرت معرض حالي لاعطي داتا لعالم بدها تخترقني اكثر من غيري. مثال انا مثلا بحط على الفيسبوك شو عم بعمل اكتيفيتيز، بفتح نوع من انواع وخاصه حسابي بابليك، بفتح نوع من انواع الداتا اللي ممكن حدا يحلل هاي الداتا ويعرف شيء عن شخصيتي يقدر من خلاله يخترقني بشخصيتي. يعني هي صارت القصة ما بعد الاي تي، هي آلية التعامل، لانه اللي هاكرز ما بيكونوا بس القصة انه بس اي تي، يعني هي القصة ما انا بس اي تي. دائما لاحظي اللي بيكون بيقول لك كيف اخترق حسابك، والله مثلا اذا مثلا بكثير بيجي مثلا حدا والله اخترقوا لي حسابك، كيف اخترق حسابك؟ ما بعرف حدا حاكاني كان عنده مشكلة ما بعرف شو، قام انا رديت عليه بعدها لقيت فجاه صار يقولوا لي انه حسابك مخترق. فهي القصه دائما العلاقه اكثر بالتواصل الغير صحيح والغير مدروس والغير يعني مع عالم غريبه. طب بنعرف نحن اول ما يصير اختراق لامن المعلومات تبعنا كيف بنقدر نعرف؟ ممكن يكون هذا الاختراق يكون مستمر ولسه نحن ما عرفنا انه تهكر موبايلنا او ما تهكر حساباتنا على الانستغرام فيسبوك او غيره. هلا شوفي كل شيء من جديد مثل السوشيالز الجديده والايميلز وهيك، صار لما حدا يعمل لوج ان على حسابي بيجيك نوتيفيكيشن انه انا دير بالك في لوج ان من على حسابك من مكان ثاني، الاي بي تبعه هيك، اللوكيشن تبعه هيك، ما بعرف شيء. بس المشكله كمان نحن قله الثقافه تبعنا بالتعامل مع السوشيال ميديا والانترنت، ما بنفتح ايميلنا بشكل دائم، يعني في كثير عالم بالشهرين مره بتفتح ايميلنا. فبتجي النوتيفيكيشن انه في حدا فات على الحساب، هو ما انتبه انه اجت هي النوتيفيكيشن، وهذاك صار قاعد معه على الشاشه عم يشوف كل شيء عم يصير، فبتصير، فشوي بدنا نكون حذرين بهذا الموضوع. نعم. دكتور عمار، دائما لما اي حدا بيتعرض لاختراقات او بحس حاله انه عن جد هو تهكر الموبايلز او المعلومات اللي عنده، بيروح عند حدا مختص،
لوين اول شيء لازم يتجه؟ وحتى بهي النقطه عن جد في عالم يمكن بلا ضمير باستغلاليه بتاخذ كثير مصاري وممكن هي تساهم اكثر بانه هي المعلومات تنتشر بشكل بشع، يتهكر الحساب بشكل بشع. اول شيء نحن شو الخطوه الاولى اللي لازم نعملها؟ مين الاختصاصيين يلي لازم هن يكونوا ثقه عن جد انه نحن نامن لهم نعطيهم كل شيء بخصنا من الباسورد من ايميلاتنا لحتى نسترجع اي حساب ولحتى نخلص من الهاكرز؟ هو الحقيقه في شق فني وفي شق اداري. في الشق الفني بالموضوع انه انا اهم شيء لما يصير معك عملي راسل نفس الجهه صاحبه البرمجيه او البلاتفورم المنصه، مثلا فيسبوك، فانا براسل فيسبوك، فوت على فيسبوك بقول لهم انا فلان صار معي اختراقات فلانيه، فانا عاملين لك هيك شيء بروسيجر. صح. بقول لهم بيطلبوا داتا مني، مثلا بيطلبوا صوره الهويه كل مره شكل حسب الاليه اللي معرف عليها السكيورتي. فمثلا فيسبوك بجوز يقول لك انه مثلا قولي لي بوست تعمل، او مثلا بطلع لك صوره انت منزلتيها من زمان قديم، اعمل مثلا انه ريكوجنيشن لفلان وفلان وفلان، مين هدول من الفريندز تبعولك مثلا، بتقولي له اعمل ما بعرف اشياء، بتقولي له هيك برجع لك صور. ممكن هي الفيسبوك بيعملها كشيء اجرائي. فالافضل منش ليش قلت هالمثال؟ لانه الافضل هي الموضوع الاختصاصيين هن ما حيقدروا يرجعوا يهكروا الحساب ويرجعوا، هن عمليا حيكونوا عم يتعاملوا مع المنصه نفسها، بيفهموا كيف بتفكر اداره المنصه ليرجعوا الحساب. فهي افضل شيء يتواصل مع المنصه نفسها. يعني انا راح حسابي تبع الانستا او الفيسبوك او ما بعرف اشياء، انا ما كثير خبره بالسوشيالز يعني، فبدي راسل المنصه نفسها اقول لهم شو صاير معي، هن بيمشوني بتراك لانه اغلبيتهم صاروا عاملين شيء اوتوماتيك برجع. الشيء الاداري طبعا في جرائم المعلوماتيه تحت وزاره الداخليه امن الجنائي، اداره جرائم معلوماتيه هي بتوجه لها من خلال القنوات الرسميه، هن عندهم اليات وعندهم ضابطيه وعندهم مختبرات قدرانين يوصلوا للعالم اللي عم يستعمل الحساب ويتعاملوا، خاصه اذا في شيء مسيء ممكن انا تكون القصه تتحول لدعوه جنائيه. هون اذا تقدم شكوى يعني بيقدروا يامنوا شكوى فهو هذا شق اداري للتعاطي مع الموضوع، خلينا نقول بطريقه قضائيه. وفي الشق الفني انه انا اتواصل مع اداره السوشيالز ورجع الحسابات. طيب ممكن الايميل هو اللي يتعرض كمان نفس العملية، كمان نفس العملية بيقدر نحن نحكي مع حاكي المنصة. صحيح. أنا مثلا عندي هوت ميل جيميل ما بعرف شو، بدخل عليه بقول له إنه فورجيت مثلا أو صار عندي مشكلة باسورد لأنه كذا، بيمشيني هو خطوة بخطوة بيرجع لي إياها. غالبا لما بعرف إيميلز أو بعرف سوشيالز يفضل حط كذا ألترناتيف، يعني مثلا أنت لما تعملي جيميل جديد بقول لك عندك ألترناتيف إيميل، بتقول له إيميلي تبع الهوت ميل مثلا. فبيصير لما بيصير عندك اشكاليه بتواصل معه بيقول لك حبعث لك كريدنشلز جديده على الايميل القديم. تمام. فمستحيل يكون اللي فات اخترق اخذ كل الحسابات الا اذا انا عامل الباسورد مثلا من 1 ل 6 لكل شيء بالحياه. فهون صار في مشكله. دكتور عمار، يمكن نحن بنفكر انه السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي هي الاكثر اختراقا، ولكن نحن ما بنعرف انه هو في بحر من الاختراقات وخاصه للمؤسسات وخاصه يمكن للبنوك لناس كثير او لعمل مؤسسات كثير مهمه. خلينا نحكي عن اختراق امن المعلومات لدى المؤسسات. كيف بتم عمليه الاختراقات وليش؟ ومثلا نحن خلينا نحكي نحن كتلفزيون نحن معرضين لاختراقات وتعرضنا في السابق لاختراقات كثيره، نحن كمان بحاجه انه نفتح كثير من اللينكات والمعلومات ممكن تكون هكر نعرض السيرفر عنا لا انه يتهكر. صحيح. هو اذا بدنا نحكي نبلش فيها وحده كلها 100% هي وحده نبلش فيها. غالبا لما بيصير في بلش من مواقع الجهات ان كانت مؤسسات ولا شركات المواقع الالكترونيه ومن الدخول الى شبكتها الداخليه او الى اخره. غالبا اللي بيصير لما انا بجي بدي اعمل موقع الكتروني بروح باخذ شيء جاهز كقوالب وبرمجيات. مثلا انا موقع مثلا فرضنا اخباري، بروح بجيب منصه اسمها وورد بريس بركبها. هي عمليا بتدر لي عن موقع اخباري. فغالبا شو اللي بيصير كونه بتصير هي مكرره كثير على العالم، بصير في مجموعه اشخاص بيروحوا بيدرسوا هي البرمجيه وكيف الاليه الصغيرات الموجوده فيها. ففتحت انا موقع اخباري مثلا ورحت حطيت الوورد بريس تبعي والواني وما بعرف اشياء وكذا واللوجو تبعي وصرت نزل اخبار. هون صرت معرض حالي انه اي حدا لقى ثغره بهالبرمجيه اللي هي مستعمله قالب لي يقدر يعمل اختراق لموقعي.
فغالبا اللي بيساوي انه انا ضل عم تابع الجهات الكوميونتي خلينا نسميه اللي عم يطوروا هاي البرمجيه لانه عم يكتشفوا الثغرات لطورها عندي، والا اي ثغره حتضل موجوده وما حتتغطى. هلا البرمجيات اللي منشاه من الصفر هي اقل تعرضا لهالموضوع، لانه بده يكون الشخص مستهدف هيدا البرمجيه حصرا، مستهدفني حصرا، ويقعد يدرسها على وقت طويل ليعرف الثغرات ويقدر يدخل علي. فبتكون عاده اخف. منلاحظ لما نكون في شركات كثير ضخمه ما بتستعمل قوالب جاهزه وبرمجيات جاهزه لمواقعها، بينما بتبني من الصفر الاشياء كلياتها، او بتجيب شيء كثير ادفانسد، بتجيب شيء كثير متقدم مدروس صح ما انا مجاني على الانترنت. يعني احنا بنتمنى انه كل الاشخاص تاخذ هاي المعلومات وتحمي حالها، تقدر انه هي كثير تكون منتبهه على كل لينك وكل موضوع ممكن انه يكون مرسل لها عن طريق اشخاص بتعرفهم او ما بتعرفهم. شكرا كثير لك دكتور عمار للمعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا دكتور مهندس عمار دلوت، شكرا كثير لك وعلى المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ويعطيك الف عافيه. ودائما نحن اكيد فخورين بوجود اشخاص عندهم هي المعرفه وهذا العمل مثل حضرتك. شكرا كثير لك.